تنظيم هذا الصالون هو بالدرجة الأولى هو إبراز الابتكارات ولا خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمتربصين والابتكارات في مجال الابتكار والإبداع. كذلك راح تكون إن شاء الله جسر التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وبين خريجي قطاع التكوين والتعليم المهني في مجال تمويل هؤلاء المشاريع، وكذلك هو تحفيز شبابنا. هذا المولد الكهربائي الهجين الذي يعمل بالطاقة الشمسية يمكن استعماله في عدة مجالات، في الفلاحة، في الزراعة، في تشغيل المضخات المائية، وأيضا في اللافتات الإشهارية في المناطق التي لا تحتوي على كهرباء.